السلام عليكم أخواني الكرام متتبعي قناة تربية دواجن أبو ريان، مرحبا بكم أينما كنتم إخواني الكرام. في هذا الفيديو في الجزء الثاني إن شاء الله سوف نتكلم عن هل البيض، أو سنحاول أن نجيب هل البيض كافي لتلبية حاجيات الدجاج وكذلك لتلبية حاجيات المربي المكلف بتربية الدجاج. مثلا حنا نقولوها واش البيض كافينا باش أننا نلبيو المصاريف ديالنا اليومية وكذلك نلبيو المصاريف والحاجيات ديال الدجاج اللي خصها كل نهار بحال الأكل والدواء والشرب وما إلى ذلك. إخواني الكرام، بالنسبة لهذا السؤال، هذا هو سؤال يعني كيطرح في بال كل مبتدئ وكيطرح في بال كل شخص، يا إما مبتدئ يا إما باغي يبدا المشروع ديالو. إخواني الكرام، بالنسبة للدجاج البلدي ما نخصناش نقتصروا على البيض بوحديتو. البيض بوحديتو غيكون كافي في واحد الحالة، يعني غيكون كافينا في واحد الحالة. فينا هي الحالة هذه هي باش أن غيكون عندنا العدد كبير، يعني فوق 300 دجاجة. البيض غادي يكون أكيد يلبي لنا الحاجيات ديال الدجاج ويلبي لنا حتى واحد جزء من المصاريف اليومية ديالنا مثلا. أما إذا كان العدد قل من هاد 300 دجاجة، يعني فهو أكيد غيكون غير كافي. علاش؟ مثلا عندنا واحد 300 دجاجة غادي تعطينا مثلا واحد 150 بيضة. 300 دجاجة فما فوق غادي تعطينا واحد 150 بيضة. 150 بيضة تحيد من المصاريف ديال مثلا واحد 50 درهم مصاريف الأكل ديال الدجاج أو ما إلى ذلك، أو النصف تقريبا. أتبقى لنا داك النسبة الأخرى، هذيك هي المصاريف اليومية ديالنا. أما إذا كان العدد قل من هاد الشيء هذا أكيد فهو ما غاديش يلبي لنا الحاجيات ديالنا. لذلك إخواني الكرام، اللي كنصح بأنه أي واحد بدأ في المشروع هذا فيبتدأ بعدد قليل، مثلا 20 دجاجة أو 30 دجاجة أو 40 دجاجة أو ما إلى ذلك. يحاولش يقتصر على البيض فقط، ملي تقرق ليه شي دجاجة مثلا ما خليهاش تقرق، يمشي يدير لها شي طريقة باش يزيل منها القراق، ما تبقاش تبيض لينا وما تبقاش تقرق لينا. لذلك أخي الكريم كنصحك نصيحة أخوية، وغنعطيك نبذة يعني واقعية اللي أنا خدام بها، هو أنك حاول توازي بين الاثنين، ان الدجاجة تبيض لك واحد المدة مثلا تعطيك داك الماكسيموم البيض ديالها، لا تحاول تعطيه لك في السنة، ولا قرقات لك الدجاجة حاول تحط ليها البيض. يعني حتى عطاتنا كتاكيت وربيناهم خلال واحد السنة، اكيد لا قرقات لك غير خطرة ولا جوج خطرات وفقصات لنا واحد 20 فلوس ولا 10 الفلاس عيشتهم لنا ولا 15 وما الى ذلك، غيكون عندنا واحد الربح كبير لافضل حتى من البيض. لذلك نحاولوا نوازنوا بين هاد العمليتين هادو، ان الدجاجة تبيض لينا وتفرق لينا، يعني نمشيو معاها على النمط الطبيعي ديالها، بس انه يكون عندنا احنا ارباح، نجنيو ارباح، وكذلك الدجاجة تبقى في الحالة الفيزيولوجية ديالها، يعني واخا تبغي تقرق خليوها تقرق، ومن تبغي تبيض خليوها تبيض. هادشي اللي نبغي نقول لك. كما كتشوف اخي الكريم، انا عندي مثلا هنايا عندي هنايا واحد 60 ديال الدجاج في هاد المكان هذا، في هاد المأوى هذا اللي بوحديتو كما كتشوفوا، اللي عاد نجس، يعني عندي كوري اخر كما كتشوفوا. هذا العدد هذا ديال الدجاج فهو عدد مختلط كما كتشوفوا اخوان الكرام، فيه الدجاج وفيه كذلك الفلال الصغار اللي السن ديالهم كيبلغ من 3 شهور الفوق. علاش ما كنديرش انا اللي من 3 شهور لتحت مع الدجاج؟ لانه اللي من 3 شهور لتحت كيكون فيه حركيه كثيره، ما يخليناش الدجاج في الحاله الطبيعيه ديالو، ما يخليناش الدجاج انه يبيض لينا ويعطينا الكميه البيض اللي خصنا حنا، يعني بحال كيقلق الراحه ديال الدجاجه اثناء البيض. بالنسبه للبيض كيقلق ليها الراحه، اما بالنسبه اللي فوق 3 شهور يعني كتكون الحركه ديالو يعني عاديه، يعني كيولي بحال تقول ناضج ولا بالغ. اخوان الكرام كما كتشوفوا، لذلك اخواني الكرام كما كتشوفون العدد، مثلا عندي 60، كتشوف هنا عندي 30 دجاجه تقريبا و30 فلوس تبارك الله ذباحيا تقريبا، ها هما يعني بقى لهم شهر شهرين ديال السوق غادي تبيعوا ب 40 درهم 50 درهم. هل هذا اخي الكريم؟ هو ولا عليني ولي فروش تبارك الله قارح، يعني غيولي فروش ديال 70 درهم 60 درهم. هذا ربحتو انا، هذا ربحتو، يعني هذا ولد الدجاجه ديالي، هذا كذلك ولد الدجاجه ديالي غادي يزيد يكبر. هذي عتوقه بنت الدجاجه ديالي، هذي دجاجه، هذي عتوقه حتى هي بنت الدجاجه ديالي، هذيك عتوقه كذلك، هادو كذلك كتاكيد ديال الدجاجه ديالي كبروا تبارك الله ما ولاو فرارج. يعني هذا ربح ديالي، البيض ربحت البيض وربحت كذلك
الفراج اللي عندي كما كتشوف هذا كذلك حتى هو، يعني غنوريكم يعني مقتطف من هادو كذلك، هادو كتبارك الله كاملين هما كبار، يعني شهر شهرين غادي يولي عندك الفروج واجد كما كتشوف. يعني بدا يبلغ، بدا تبدا تفرز بين الفلوس وبين الفروج والعتوقة اخواني الكرام كما كتشوف. كما كتشوف اخي الكريم هادو عتوقات كاملين ولا الدجاجات، هادو هذا فروج كذلك. يعني اخي الكريم ما تحاولش تقتصر على البيض بوحديته، لان البيض بوحديته غير كافي. يعني مثلا عندك واحد المده ديال 6 شهور الدجاجه تقدر تبيض لك فيها وتفقص لك فيها، يعني 6 شهور في واحد 6 شهور، يعني غير كل 6 شهور الدجاجه مثلا تفقص لك جوج تفقيصات، غيولي عندك العدد كثير اخي الكريم. الا الا كنتي كتربي وتحسن التربيه مع الكتاكيت اكيد غادي ينجحوا لك كاملين وغادي يعيشوا لك. ولكن العدد مثلا انا هنا في الاول كان العدد ديالهم 20، دابا الحمد لله 20 مع الفرارج وداكشي اللي كانوا عندي تقريبا واحد 30، دابا عندي واحد 30 اخرى اللي تزادت غير بفضل التفقيص. يعني التفقيص عمليه طبيعيه ما كنخسر عليه والو، الدجاجه كتسالي من البيض كنحط لها البيض كتفقص ليا، وحده كتعيش 6 وحده كتعيش 10 وحده كتعيش كل وحده وشحال تتعيش، وعاد اللي ذبحت منهم واللي بات. يعني كون كنخلي داكشي اللي كان عندي كره العدد دابا عندي على الاقل واحد 100 هنايا في هذا الكوري هذا في هذا الحوش هذا الصغير، كره عندي واحد 100 ديال الدجاج. دابا الحمد لله الامور كتسير مزيان، شي كيبيض داك البيض كتلبي به الحاجيات ديال الدجاج ويشيطك منه شي شويه. وبالنسبه للفرارج مثلا هادو عندك واحد 20 ولا 30 نهار غادي يوجدوا غادي يدوم السوق غادي تجيب فيهم واحد 1500 درهم حتى 2000 درهم. هذاك كابيتال داك راس المال هذاك كتحطو ابار مثلا تمشي تزيد به دير به كوري اخر ودير فيه دجاج اخر والامور كتبقى غاديه هكا. مثلا انت عايش في الباديه ما خاسر والو، يعني مقابل مقابل غتمشي دقه دقه ان شاء الله تيجيب الله التيسير. ومن هذا الفيديو هذا هو بغيت نبين لكم كيفاش واش البيض بوحديتو كافي باش يلبي الحاجيات ديالنا والحاجيات ديال الدجاج. كنتمنى انني نكون جبتكم على السؤال ديالكم، شكرا لكم بزاف، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه جديده ان شاء الله ومع فيديو جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشجعونا بلايك وكومونتير. ابو ريان يحييكم الى فيديو جديد ان شاء الله بحوله تعالى وتبارك، والى اللقاء اخواني الكرام.